بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المية الف وعدينا المستحيل. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، متحمس جدا بصراحه يا ابطال لفيديو النهارده، لان فيديو النهارده من سلسله قصص روبلوكس، والمره دي في حاجات غريبه قوي يا ابطال، ومبات غريبه دايما بنشوفها في لعبه روبلوكس، والمبات دي ممنوع اي حد يا ابطال يدخلها. هتيجي تقول لي يعني قبل ما انت بتدخلها في المقطع يعني فيها ايه؟ ايوه يا ابطال انا بدخلها، ولكن انا فاتح قدامي يا ابطال دلوقتي حالا حساب ايفل ديفل 365. ايوه حساب التحقيقات اللي انا متعود عليه اعمل بيه اي حاجه في الدنيا حرفيا، وباذن الله مش هيكون علينا اي خطر. قبل نبدا فيديو النهارده انزلوا هنحط لايك للفيديو واشتركوا في القناه ويلا بينا. مابات غريبه لا تدخلها. موضوع هذا الفيديو هو ماب سمايل، وما اقصد هذا الماب، انا اقصد الماب الاصلي الذي انحذف قبل سنوات. في الماضي كان في لاعب اسمه سمايل. المفروض يا ابطال ان الشخص اللي عامل المقطع اللي على التيك توك ده بيحذرنا من دخول ماب اسمها سمايل، والماب دي من الواضح يا ابطال ان فعلا هي مخيفه. عايز اقول لكم يا ابطال انا جربتها قبل كده، وبجد بجد مخيفه لدرجه عجيبه قوي، جامب سكير من كل حته وحاجه عجيبه. ولكن هو بيقول ان مش هي دي الماب الاصليه، دي الماب التقليد، وبجد بجد يا ابطال الموضوع جدا غريب. وبيقول لك ان في لاعب اسمه سمايل، وكان سمايل يرسل رسائل للاعبين ويقول احتاجكم داخل الماب، واذا قبلت رسالته ودخلت الماب تحصل الشاشة سوداء، واذا استدرت تحصل راس كبير ينظر اليك. المفروض ان بيقول لك ان الشخص اللي اسمه سمايل ده عمل الماب باسمه، وقاعد بيترجى الناس بيقول لهم في الشات بتاع لعبه روبلوكس بعد اذنكم تعالوا انا عايزكم عندي في الماب. والموضوع ده بصراحه مخيف قوي. المفروض لما بتيجي بتدخل على الماب بتلاقي شاشه سوداء، اول ما تيجي تبص ورا تلاقي راس كبيره جدا، معرفش بصراحه مين دي مباشره، ولما تقرب منه تحسه هو كمان يقرب لك. ما تقرب منه كثير وتلمسه راح يحصل لك طرد من اللعبة. ولكن يا ابطال الاغرب ان المفروض لما انت بتيجي بتلمس الحاجة دي بيحصل لك طرد من اللعبة، يعني بيعمل لك ليف، الرسالة المشهورة اللي في لعبة روبلوكس اللي يقول لك كيكد، يعني طردك من الماب. لا وبل من الماب كامل. وبعد ما تحاول تسجل دخول للعبة راح يقول لك حسابك انحذف. والماب كان موجود سنة 2013. والغريب هنا يا ابطال مش في الماب ولا الشخصيه. المفروض ان دايما يا ابطال احنا متعودين ان اي حد بيدخل على ماب عجيبه بيبقى حسابه معرض للخطر، والشخص ده كان بيستغل الناس لصالحه، وفعلا اي حد بيتقرب من الماب بيتاخد حسابه فورا، وكلمه السر والبريد الالكتروني بيوصلوا له على طول، ممكن على جهاز كمبيوتر معين او حاجه زي كده. الموضوع ده كان بيحصل في اوائل 2013. مش عارف يا ابطال، واضح كده ان من اول 2010 لحد 2013 الهاكرات كانوا في لعبه روبلوكس كتير جدا، ولحد يومنا هذا يا ابطال الهاكرات بردك كتير. طيب تفتكروا الهاكرات هيخلصوا امتى من لعبه روبلوكس؟ الماب اللي اتكلمت عنه في بدايه الفيديو صنع سنه 2017، والى هنا نهايه الفيديو، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. ولكن يا ابطال عايز اجرب الماب اللي اسمها سمايل، عارف ان انا جربتها وعارف اغلبكم جربها، ولكن اول مره اعرف قصه الماب دي، حاجه غريبه جدا بجد. بحساب ايفل ديفل وهكتب سمايل يا ابطال، وهنخش على الاكسبيرينس المابات. اما نشوف يا ابطال، جالي مابتين. اول مابتين يا ابطال معرفش سمايل ايه ده، وادي ماب ثانيه اسمها سمايل، وهي دي الماب المرعبه. وهنا يا ابطال حاجه ثانيه اسمها ذا سمايل روم، الغرفه المرعبة، وادي هنا الهاوس. في ايه يا جدعان كل ده؟ بقول لكم يا ابطال هندخل على ماب وات، استنى انا شفت حاجه غريبه والله. شوف، نعم هو ده بالظبط يا ابطال اللي احنا شفناه في المقطع. الماب يا ابطال معموله من 4 سنين. لا 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 لا، في حاجه غريبه تتوقع يا ابطال لما ندخل هيبقى هي دي الماب بالظبط. بص يا ابطال، لو حساب حصل له اي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله هنحاول نرجعه مع بعضينا. انا المفروض مأمنه وعامل فيه كل حاجه. خلينا دلوقتي يا ابطال نخش على الماب. زي ما انتم شايفين يا ابطال الماب نفس الصوره بالظبط المخيفة. اوه ماي جاد، والله خايف. نعم الراس اهي. لا 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 يا رب يكون الموضوع ده فيك. طب بقول لكم يا ابطال اطلع من الماب، والله بجد يا ابطال اطلع من الماب، والله انا بعمل كل ده عشان الفيديو بس، والله العظيم بس بس بسم الله. والله خايف اقرب لها، والله يا ابطال خايف اقرب لها. عايز هي فين وش، فين الوش؟ وات مفيش وش.
وده دي حاجة غريبة. انا متأكد يا ابطال هيطلع صوت غريب، انا متأكد والله عارف. والله خايف، مش حاجة حصلت. طيب ما كويس ده والله. وبيغ هيغدر بيا صح؟ طب ادوس عليها ولا اي حاجة؟ وات، انا واقف دلوقتي فوق الراس؟ والله مستحيل، هو اللي بيحصل ده بجد يا ابطال؟ ما حصلش اي حاجة؟ ما طلعنيش من الماب ومفيش اي حاجة حصلت؟ يبقى الحمد لله يا ابطال، مش هي دي الماب الحقيقية. الماب الحقيقية فعلا يا ابطال كانت من 2013. خلينا دلوقتي نطلع حالا. فعلا يا ابطال مش هي دي الماب الحقيقية، الحمد لله. يعني بصراحة انا كنت خفت خالص يعني بجد. خلينا دلوقتي يا ابطال نخش على ماب سمايل، ودي بجد يا ابطال الماب المرعبة جدا جدا جدا، وفيها حاجات كده عجيبة. جابها 17 مليون لايك. خلونا يعني بقول لكم ايه، بصراحة انا خايف، بلاش نجرب الماب دي عشان انا عارف ان هي مرعبة قوي. خلونا نجرب ماب تانية اسمها ذا سمايل روم، ليها علاقة ايه ده؟ في ايه؟ ما علينا، خلونا يا ابطال نشوف الماب دي فيها ايه. زي ما انتوا شايفين يا ابطال احنا دخلنا دلوقتي حالا على الماب، والماب اسمها الغرفة المضحكة. مش عارف بصراحة يعني ايه الغرفة المضحكة، اسماء غريبة جدا. ولكن وات، واضح اللي فيه ناس ومستخدمين كتير قوي معايا. لا 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 لا، ويلكم تو ذا سمايل روم. او ماي جاد، ثانية، هي هو ده بجد ولا ايه؟ لا والله، لا 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 لا، هو اللي بيحصل هنا؟ والله مش فاهم حاجة. وحش بلعني يعني ولا ايه؟ انا حاسس ابطال اللي في وحش بلعني. والله في ايه ده؟ وات، وانا مت كده ولا ايه؟ انا في بق وحش، المفروض اللي ظاهر قدامي ان انا بق وحش وفي حد دلوقتي بيبلعني، ولكن انا مش فاهم اي حاجة. ايه في اللي نعم؟ ايه ده؟ والله نار. لا 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 لا، ابعد ابعد. والله والله واضح ان انا هقع غصب عني. او ماي جاد، انا سامع اقسم بالله قنابل وحاجات غريبه. طب ما ينفعش اتمشى ليه؟ هو لازم انت اللي تتحكم فيا؟ او ماي جاد، طب خلينا ابطال نشغل الكشاف. دم. او ماي جاد، والله هي دي الغرفه المضحكه، رائحه كريهه. والله وحشه قوي. ايه ده؟ واللي بيحصل هنا؟ انا بجد مش فاهم اي حاجه. ومن من النوب اللي ورايا الكنشنش النوب ده. ماشي، واحدة واحدة. ايفل ديفل، ركز. ايه ده؟ هيدخلني فين؟ هيدخلني فين؟ او ماي جاد، ده زورو ده ولا ايه؟ انا خدت شهادة يا عم. والله مش عايز شهادات انا يا عم، والله الموضوع بيخوف. والله ايه ده؟ زورو ده ولا ايش؟ فاهم حاجة؟ ايه ده؟ والله لا. يلا، ايه الشكل المخيف ده؟ ما خلاص يا عم انت. اوبا، خلاص خلاص خلاص. والله يا ابطال ايه ده؟ اقسم بالله حاجة مخيفة قوي. ايه الصوت ده؟ وايه اللي بيحصل هنا ده؟ لا لا لا، بقول لكم يا ابطال ده هبل. لا لا لا، بيحصل ده هبل والله العظيم. قلت لكم يا ابطال اي ماب بالاسم ده يعني تحت اسم يا ابطال يعني سمايل، اقسم بالله ماب. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده باركور؟ ازاي؟ ازاي باركور في ماب زي دي؟ والله شيء غريب. ينفع ندخل منين؟ تاني بردك؟ والله تاني بيوقعني تاني. يا نهار ابيض، اقسم بالله انا بتشوي في الماب، والله العظيم انا بتجلد. ما انصحش ابدا اي حد. واطلع فيران، والله يعني ما انصحش ابدا يا ابطال اي حد يدخل على الماب دي. ماب وحشه جدا ومقززه. بقول لكم ايه، انا بجد ندمت من المقطع ده، دخلت على مابات ما فيه الكفايه. اوه والله فوق، والله الحاجات اللي بتيجي وحشه دي. ايه ده؟ انا مش عارف ليه حاسس ان الكنشنش مستمتع بالحاجات اللي بتحصل. جرب يا عم الكنشنش، انت مستمتع ولا ايه يا عم انت؟ اقسم بالله انا خايف. بقول لكم يا ابطال انا مش قادر بصح، انا تعبت والله العظيم يا ابطال، تعبت من الصوت والصريخ. لا 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 لا، بدوس كل شويه. والله ايه ده؟ وات، ايه ده؟ نعم، بقول لكم ايه، انا مش هستحمل الرعب ده، اقسم بالله يا ابطال ما مستحمل. ده في حد ماسكني، والله العظيم حد ماسكني غصب عني بتحرك. حاسس ان انا اروح دلوقتي ببقهم، لو لمستهم هيبقى فيه وحش قدامي يظهر. ول ول ول، لا لا، ما تجيش فوق، ما تجيش فوق. والله يا او ماي جاد، انا داخل في بقه. والله لا يا دخلت بقه. والله لا اطلع من الماب، والله 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 العظيم نطلع من الماب، انا حلفت. سلام، ايه الصور بتاعت المابات دي؟ وايه المابات المقززه دي؟ بقول لكم ايه، انا ندمت، مش عايز اعمل فيديوهات زي كده تاني. اقسم بالله ابطال رعب، انا دخلت انا ما بحبش الرعب وانتوا عارفيني. بقول لكم ايه، لحد هنا يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايه جيمنج ابطال الجيمنج، سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.